اوكي اوف اوكي فهي يعني هذه الأسئلة أظن إنه من ناحية عملية it's your right for أنا بعطيك فرصة تمتحن بكير، بس بعدين ما بقدرش أمنعك من الامتحان الفاينل that's legal يعني قانونيا، يعني قانونيا بتقدر تحاكمني عليها قدام بالرئاسة بالمحكمة محكمة الأمن الدولية وين ما بدك، بس انا بنعطيه كاوبشن للي بخلص بكير، اذا خلصت بكير بعطيك الاوبشن هذا. اذا دكتور رحت له الامتحان اوبن بوك؟ الامتحان اوبن بوك اوبن نوتس اوبن ايفريثينج اكسبت، ما عندكيش مجال على الانترنت بالامتحان. اوكي ما في مجال للكونكشنز بالإنترنت، بيفتحوا لكم إياه المسات لأول 5 دقائق، مشان إذا عندك كود بدك تنزله من الكلاود من السيرفر تاعك بتنزله، أو إذا أنت جايب الكودز كله تبعونك على فلاش تقدر تستخدم الفلاش، إذا الكمبيوترات تبعات اللابات فيهم فلاشز بعرف، أما من طريق النت لا ما فيش تواصل، ما عدا ذلك كل شيء مفتوح. في أي سؤال ثاني؟ دكتور لا تفضل. تفضل سامعك. دكتور اذا ما فيش نت ايش المصادر، ايش المصادر نقدر يعني ايش الاوبن بوك اذا أو فيش أوبن نت؟ بوك معك النوتس تبعونك أنت، بيكون مش معك النوتس بكون عاملهم، معك الكودات على كمبيوترك على فلاشة تاعتك، بتقدر أول ما تفوت على المحاضرة تنزل البرامج اللي عملتهم بالسابق كودز ماخذهم، مشان ما تعملش فروم سكراتش، يعني في كلاسز شغلات بتكيش ترجع تكتب فيه أنت من البداية، وفي لايبراريز تبعت الانكلود أنت مدخلهم يعني يو كان يوز ذيم، بس لما يبدأ الكورس ممنوع تتواصل مع غيرك أنت، لأن التواصل مع الغير مش بالضرورة مشان تأخذ أنت يعني جنرال كودز، يمكن تأخذ الكود كامل تبع زميلك وهذا ما بصير، فأنت فيك تدخل معك على القاعة نوتس مكتوبة، سلايدات مكتوبة، ملاحظاتك أنت، كودات موجودة سابقة بدك تستعين فيهم، كل شيء هذا بتقدر تدخله على القاعة. دكتور اتفضل. أصل بالنسبة للسلايد بقيت تشرح عليه لما نزل الشروحات اه الفيديو السلايدات ما موجودة لأنه مش نفسهم. لا لا نفس، بس اعمل كليك عليه بنزل لعندك انت هذا السلايد. اللي شرحته أنت بتشرح بيه؟ يا اللي بشرح فيه نفس يعني خذ الفيديو الأول، أول فيديو تمام كله وين رحت أنا، هذا الفيديو ليكتشر 1 introduction client server اللي شكله هيك، بس بدي ارجع على المحاضرة. دكتور مش عامل شير سكرين. مش عامل شير سكرين، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب بس منشير بجوز لأن صورتك أنت عم فاتحها فيديو. لا بتفرقش، لازم اعمل شير، هي عملنا الشير للسكرين، هسه بدي ارجع على المحاضرات نفسهم هون، هاي في عندي محاضرتين حاطة انا، خليني افتح هذه اول واحدة
وهي هون عندي على الباوربوينت. هذه معك حق فيها، خلينا نشوف الثانية. ولا الثاني نفس الشيء والله دورت. نفس. غريب، أنا مغيرها. لا هو Struggling to keep customers happy? Try Zoho Desk. شو هذا؟ Reach customers at the right time on the channel of their choice with the right context. Burning is the problem. بعدين Why is burning the main problem? Burning is the problem. تبع الفيديو، آسف. أيوة. طيب بدي أرجع على محاضراتي أنا، على ال دقيقة بالله. Says هذه المحاضرة اللي عليها الفيديو، أنا آسف. أوكي. طيب، بس أظن إنه المحاضرة اللي أنا حاطهم الون والون إيه كانوا هذول اليوتيوب بتاعت اليوتيوب هذول اللي تبعت شو اسمه اليوتيوب. شرح اليوتيوب. يا بس خلينا I will add this lecture set بعد المحاضرة، برضه هاي اللكتشر اللي هسه حطيتها بحطها هناك اللي عليها الأسئلة. I will add it لل lectures اللي هم وين احنا كنا هون، مش هيك؟ هذه إذا بدي أضيف اوف. اوكي، صار في تو فايلز، واحدة منهم
والثاني الانترودكشن، هذه مشان اظن استعملتها مشان الانترودكشن للاساينمنتس مشان نبلش بالكودز. anyway اول يعني لاحظوا انه بناء الكورس بهذا الشكل it takes too much time صحيح بغلب، بس هو بريح بعدين اثناء الشغل بريح خلاص. if you do it good بده شوية minimal adjustment بيمشي الحال بعدين. lecture 2a 2b لاحظ هذول lectures تبع 2 2a 2b هذول بيكون في modification زيادة عليهم على أول اثنين، بعدين بزيد عليه بزيد عليه، بعدين نحط لك اللي هو الـ IPC الـ Inter Process Communication. This is one of the most important lectures by the way, video lecture 2، لأنه بقدم لك أنه how to program client server machines، شو الأشياء اللي بتلزمك مشان الكودينج تبعها. طيب بعد حدا عنده أي سؤال يا جماعة؟ لأنه لازم أطلع في محاضرة ثانية هسه عندي بالسيستم أناليسز، اللي بحب يظل يحضر سيستم أناليسز سويتش على زوم ثاني، واللي عنده أسئلة بصير في بالطريق، أنا متأكد أنه في ناس رح يصير عندهم مشاكل أثناء الانتراكتف فيديو، just send me a message، تقدر تبعثوا لي على وبتقدر إذا في واحد منكم بيكون بتبرع ينشئ جروب سميها على الواتس أب، طلع جروب واتس أب للكلاينت سيرفر كورس، وفيكم تعملوا جروب ثاني للأسايمنتس بس هون للكورس تبعي لهذا المادة النظرية، واحد يعمل جروب والفون نمبر. حد منكم بيعرف التليفون تاعي؟ إذا لا والله يا دكتور. طيب أنا بأخذ دكتور الموجود على السلايد، موجود على السلايد على أول سلايد مظبوط. طيب إذا عندك اللي عنده شيرت بالله، وأعمل أنت الجروب والطلاب الموجودين تشيك معهم، سند مسج للطلاب اللي بده يشترك بالجروب، يو كان اد ذم اللي بتعرفهم، وبعدين ذات ويل هيلب، بتساعدني طبعا اذا بدل ما كل واحد يبعث لحاله، يعني ميك ذا مسج اون ذا جروب ودايركتد للدكتور محمد، يعني مثلا اللي بده يبعث مسج تفضلي دكتور. هلا الفيديوهات هاي الموجودة على الإيليرنينج كم علامة عليها من التوتال مارك؟ يعني أنا حكيت للكورس عليهم راح يكون عليهم أقل شيء 20 علامة. واللاب، إيش هو؟ واللابات كم علامة عليهم؟ اللابات بده يكون عليهم تقريبا 20، يعني ثنتين، يعني الأعمال الفصلية راح يكون عليهم 40 علامة، والباقي على الفاينل والميدز. اوكي ماشي، شكرا دكتور، يعطيك الف عافيه. ما فيك، اهلا دكتور. اتفضل. هسه ما في بروجكت صح؟ لا لا ما فيش بروجكت، لا مستحيل. اللي بده بروجكت لحاله وغاوي بروجكتات يحكي معي بعطي لك بروجكت. لا خلص بيك مريض، يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم. طيب جماعه انا لازم اطلع أبلش المحاضرة الثانية، وإذا بعدين نشوف إذا في مجال نلتقي معكم نلتقي إن شاء الله. يلا السلام عليكم.